بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز. يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي شمال إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول في قمة تقام بينهما لحساب الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ليفربول الذي لم يتعرض لأي هزيمة على الصعيد المحلي ولا الأوروبي وسط تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، ويسعى لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة والحصول على الثلاث نقاط. يحتل ليفربول حاليا المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي تشيلسي. أما مانشستر يونايتد الذي يواجه أزمة كبيرة في عدم الثقة بالمدرب سولشاير بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي والتي سبقها بالتعادل مع نادي إيفرتون بالدوري. ستنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد. التشكيل المتوقع للفريقين وجاء على النحو التالي: القنوات الناقلة للمباراة ستنقل المباراة عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 على القمر الصناعي نايل سات، وسيعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي. القنوات المجانية الناقلة للمباراة على جميع الأقمار بشكل مجاني ستنقل المباراة بشكل مجاني على جميع الأقمار على القنوات التالية: وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. نتمنى مشاهدة طيبة للجميع. استنونا إن شاء الله فيديوهات جديدة على القناة، وسيب لنا توقعك لنتيجة المباراة والتوفيق للنجم المصري محمد صلاح. ما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.